اكيد وبتاكيد نجمنا النهارده الكابتن محمد جوده، نجم مصر ونجم نادي الاهلي والمدرب المساعد، مدرب مساعد بنادي طلائع الجيش. كابتن تمام، جوده اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ محمد. ذكرك كده اسماعيلي على بس مفيش للاسف حاجه بتاع تركيا، فاكر تركيا وانقره كوجو؟ كل شويه تقول لي هجيب لك الحلقه دي ما اجيبهاش عندي. لا خلاص اجيبها لك خلاص ان شاء الله. ان شاء الله البرامج اللي انا بعتز فيها، وفتره دي بالنسبه لي برضه فتره كانت يعني فيها الواحد لف وراح وجا، يعني حد محترم يا استاذ محمد بجد، وكل الناس بتحبك يعني. قول لي بقى نبدا منين؟ نبدا من مشاهد زي بسيرة. ما حضرتك عايز، ايه رايك؟ مفيش مشكله زي ما بسيرة. حضرتك عايز. ايه جه في ايه وراح في ايه يعني والقرار وتقبل الاداره، يعني مفيش تمسك مفيش مشاكل بتاع، وتاني يوم الراجل كان في بورتو البرتغالي. هو عايز بس اقول حاجه بس يا جماعه بورتو البرتغالي من الانديه المصنفه اوروبيا، يعني الناس كل الناس اللي بتحب الكره العالميه ومتابعه وشايفه بورتو ده حدث ولا حرج وحاجه كبيره جدا، يعني بورتو من الانديه الكبيره، يعني الراجل مش ساب الاهلي راح فريق اي كلام، بس عشان بس الناس تبقى ايه فاهمه القصه راحه فين وجايه منين. من الانديه القليله اللي حصلت على دوري ابطال اوروبا بالظبط، فنادي نادي كبير ونادي يعني محترم. برضه رابح ماجر برضه النجم الكبير طبعا، وحتى كان جوزيه مورينيو هو اللي ماسك ما حصل على بطوله دوري ابطال اوروبا يعني. يعني يمكن في البدايه استاذ محمد يمكن طب اقول لك ايه قبل البدايه، تعالى يعني ابارك لصديقي العزيز اللي انا فرحان له من قلبي، وفعلا صوره مشرفه، لاعب كره يد دولي للنادي الاهلي، راجل مهندس كبير ومحترم ومهم جدا، ومدير البطوله الافريقيه لكره اليد، كابتن خالد العودي. كابتن خالد اهلا بيك. اهلا بيك كابتن محمد. كابتن خالد. ايوه كابتن محمد والله تعبان. ازيك كابتن محمد؟ مالك انت كنت بتغني ولا في افتتاح ولا ايه؟ والله يا كابتن ده تالت يوم على التوالي ما نمش، تالت يوم يعني انا كنت داخل انام قلت بقى الحق اتكلم معاك انت. لا انا كنت قلت لك تعالى لنا بعد البطوله، قلت لي هبقى ملخوم. لا خليك يعني جينا مره ثانيه ان شاء الله. يعني انت بصراحه طبعا تحياتي للنجم محمد جوده في البدايه. تحياتي ليك يا كابتن خالد. كابتن محمد ازي حضرتك؟ تحياتي يا حبيبي، ربنا يخليك والف مبروك وربنا يوفقك ان شاء الله يا كابتن. ربنا يكرمك يا كابتن، ميرسي جدا يا كابتن جوده. ربنا يا جماعه اللي ما تعرفوش خالد العوضي كان بيشتغل مراسل معانا في دريم، وكان بيغطي كره اليد، يعني برضه راجل فاهم في الاعلام وبسم الله ما شاء الله. ربنا يكرمك يا كابتن محمد، انا اتعلمت منك كتير. لا ازاي اشتغلت؟ ربنا يكرمك. لا خالص، ده انت بالعكس، انت صوره، انت صوره مشرفه خالص، صوره مشرفه خالص. قول لي بقى، افتتاح مهم جدا، حاجه محترمه، قدمت رساله محترمه النهارده. طبعا بطولة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور السيد شريف اسماعيل ممثلا عن السيد تراس النهارده، حضور الكابتن حسن مصطفى ورئيس الاتحاد الروسي ورئيس الاتحاد الفرنسي وكوكبة كبيرة ايضا من رؤساء الاتحادات في القارة الافريقية، بسم الله ما شاء الله اندية. رسالة مهمة ومحترمة جدا كابتن خالد. والله هي رسالة لكل العالم ان احنا نقدر نقول ان يعني ان مصر هي بلد الامن والامان، وهي بلد الرياده دائما وابدا في المحافل الدوليه. كابتن احنا الحمد لله النهارده مصر، انا بقول لحضرتك، اتحط على مصاف البطولات العالميه. تمام، تقدر تنظم حدث عالمي، الحمد لله رب، ده كان فخر لينا كلنا، فربنا يكرم باذن الله نقدر نظهر اكبر بطولات قبل كده زي بطولات اولمبيه وبطولات عالميه على ارض مصر باذن الله. انا قلت يمكن انتوا تبقوا فتحه خير وفتحه امل وبرقه امل ونافذه مهمه جدا لعوده الجماهير الى مدرجات كره القدم. باذن الله يا كابتن، والله انا شفت النهارده، انا لفيت نفسي قبل ساعتين من الحدث وقبل المباراه، لفيت ساعتين كده، قبلها بساعتين قعدت الف حوالين واشوف الجماهير. فعلا كان حاجه مشرفه جدا، ناس كلها يعني عارف انت 2006، ذاكره 2006، اعتقد ان ذاكره 2006 دي رجعت مره ثانيه لمصر في 2016 بعد 10 سنين من بطوله كره القدم، بتعود مره اخرى في كره اليد، كلها اسر، كلها اهالي، كل الناس جايه تفرح وتتبسط. الحمد لله النهارده كان لازم برضو نشكر وزاره الداخليه طبعا، كانوا سايبين تماما الناس، يعني احنا كانوا كلهم متطوعين بهم يتعاملوا مع الناس، وهم بس بيفتشوا التفتيش العادي. اتفضل يا كابتن. وصلنا الحمد لله ان الناس فعلا دخلت في سهوله ويسر. كابتن خالد تقريبا انا قلت تقريبا 10,000 ولا اقل شويه؟ تقريبا بص يا كابتن، دخل لنا حوالي 7,000 بس النهارده، مش عشان خاطر حاجه. احنا عندنا كنا باقيين 10,400 لكن دخل لنا 7,000 عشان انت عارف النهارده اليوم بدأ من يوم من بدري. اول نهار من بالزبط. من بدري، من واحده لغايه الساعه 10 بالليل تقريبا. بالظبط يعني مفاجاتك ايه اللي جايه؟ قول لي بقى، قول لي عشان اقفل معاك عشان تنام وتريح.
هقول لي لا مفيش مفاجآت يا كابتن عباس، انا بقى اجي كده اقعد معاك ونتكلم في كل مفاجآت. يا سلام، ده شرف والله يعني، يا ريت لو قريب فاضي فاضي السبت ولا حاجه تشرفنا وتنورنا. انا من اكبر الداعمين للبطوله وليك انت بصفه شخصيه. يا كابتن محمد انت عارف انت معزتك عندي ايه، وحبيبي جدا جدا حبيبي جدا، وربنا يكرمك يا رب. يا رب التوفيق. النجم خالد العوضي مدير البطوله الافريقيه لكره اليد، بشكرك شكرا جزيلا. اعتقد حاجه كويسه زي ما قال الكابتن خالد انه وجود كل الناس دي على ارض مصر رساله محترمه. تمام، وكمان تكليف اداره البطوله زي ما سمعت من حضرتك، يعني يمكن دي معلومه جديده ان الكابتن خالد هو يعني المشرف او مدير البطوله لحد متخصص، فدي حاجه كويسه جدا. هاخد برضو من الناحيه الاعلاميه، نقول الموكوك الاعلامي للبطوله زميل حسام زايد الصحفي الكبير. استاذ حسام اهلا بيك. اهلا بيك استاذ محمد، تحياتي ليك وتحياتي للكابتن محمد جوده. محمد طبعا يعني انا شايف انه يوم تاريخي بالنسبه لي شخصيا وبالنسبه لينا كرياضيين، ان حدث الحمد لله يطلع بالشكل ده النهارده، الناس كلها تتكلم عنه بصوره جيده، ده بيدي انطباع للجميع مش لينا احنا هنا في مصر بس، ان لا احنا قادرين. حسام وانت كمان صوره مشرفه لينا كاعلاميين انك انت تتولى اللجنه الاعلاميه، انا سعيد بصراحه وبدعمك من كل قلبي بصراحه. الحمد لله والله يا استاذ محمد، يعني ربنا يجعلنا عند حسن الظن، الواحد بيحاول دايما انه يعمل حاجه كويسه وحاجه مشرفه ليه يعني ولمستقبله. عايز اقول لك كمان النهارده يعني كان الراجل رئيس الاتحاد الروسي لكره اليد عمل مؤتمر مع الصحفيين بعد مباراه مصر والجزائر، الراجل قال ان انا لما هرجع روسيا هكلم الشعب الروسي وهكلم الناس هناك قد ايه مصر بلد امن وامان وقد ايه هو بلد رائع وشعب رائع، وقال ان هو النهارده حفل الافتتاح اللي شافه من اروع حفلات الافتتاح اللي شافها في حياته، فكل ده انطباع يعني مكسب كبير لينا ان احنا نخرج النهارده بمثل هذه الانطباعات. نتمنى طبعا التوفيق طبعا في النهايه لمنتخبنا الوطني، يا رب يتوج باللقب في النهايه يا رب. باذن الله يا رب. حسام اكيد انت صحفي رياضي ومهتم بحال الرياضه المصريه ككل وخاصه كره القدم، واحنا طبعا في مشكله كبيره جدا هي عوده الجماهير اخرى المدرجات. نقدر نقول البطوله الافريقيه لكره اليد هي نقدر نقول البروفه القويه او النافذه الاهم، كيف تعود الجماهير مره اخرى الى مدرجات كره القدم مره اخرى؟ ده فعلا على فكره يمكن بشكل شبه رسمي هي بروفه لعوده الجماهير، واحنا يعني كان في تخوف في البدايه ان الناس ازاي هتتعامل مع موضوع الـ يعني البطاقات الهويه، وان انت ازاي تحجز تذكره بالبطاقه الشخصيه بتاعتك، لكن لقينا تجاوب كبير جدا، وده اثمر انه انت النهارده وفي حفل الافتتاح موجود مطمئن في حاله، يعني الجماهير فعلا كانت بتعزف سيمفونيه رائعه، كل واحد وكل شخص قاعد في المدرج مبسوط مش خايف من اي حاجه حواليه، فده يعني امن وامان ليا قبل ما يكون لغيري. انا برضو عايز معلش يعني انت في جوه المطبخ عايز اوضح لكل مشاهدينا مشاهدي النهار رياضه وحصاد النهار، يعني كل التيكتس بتاع النهارده دي بتاع الماتش ده كلها اونلاين من خلال الاونلاين ولا من خلال ايه بالظبط؟ لا جزء اونلاين وبتستلم من منفذ البيع وجزء من منفذ البيع مباشره، ولكن الاعتماد الاساسي على البطاقه الشخصيه، يعني سواء من الاونلاين او منفذ البيع. تمام. بتدخل البطاقه الشخصيه بتاعتك سكان وبتستلم التذكره وعليها صوره. زي فاكر لما كنا حاضرين مع بعض ماتش السوبر لو تفتكر. بالظبط يعني طبعا تجربه اكيد فريده يعني، لكن فعلا تجربه التذاكر ده من الحاجات المهمه في بطوله كاس الامم الافريقيه لكره اليد، اللي نتمنى ان شاء الله ان في المجمل النتيجه بتاعتها نقدر نطبق موضوع الجماهير على مباريات كره القدم، وده هيفرق كتير جدا معانا في موضوع عوده الجماهير. وانت مسؤول عن اللجنه الاعلاميه، كنت يعني كان في اتصال بيني وبينك كده من اسبوع وبوصيك على شقاء التوانسه، قلت لي كلهم مرحب بيهم كل الزملاء تقريبا، كم اعلامي بيغطي استاذ حسام البطوله؟ يعني عندنا طبعا احنا عاملين جزئين، الجزء طبعا بالنسبه للمصريين هو جزء كبير يصل الى 200 اعلامي ما بين صحفيين جرايد ومواقع عليك وتلفزيونات. تمام. وما بين تخطينا اكثر من 50 فرد من وسائل الاعلام الغير المصريه، وخلينا اقول لك انا كانت مفاجاه بالنسبه لي ان في واحد فرنسي من فرنسا بعت وجه بيغطي البطوله، فيعني حاجه كويسه طبعا، حاجه كويسه جدا طبعا، فاحنا متعاونين مع الجميع، وكمان شريك معانا في هذا التعاون الهيئه العامه للاستعلامات، يعني احنا دايما في كل جزء ليه حد بيفهم في النقطه دي على طول بنروح له. فالناس متعاونين معانا جدا فيما يخص موضوع الصحفيين الاجانب، وده ظهر النهارده ان الناس يعني متواجدين من الصباح الباكر ومتواجدين في حفل الافتتاح، وانطباعهم الرائع عن حفل الافتتاح وعن التنظيم النهارده
ودي صورة طبعا مشرفة لنا كلنا ويا رب تكمل على خير بإذن الله. أستاذ حسام زايد رئيس اللجنة الإعلامية والزميل الإعلامي بشكرك شكرا جزيلا. حاجة شكرا شكرا فندم. أكيد طبعا يعني يمكن اتفرجت على الافتتاح كمان من خلال حضرتك. عايز ابارك برضو لاخويا وحبيبي استاذ مجدي الهواري طبعا المخرج، واعتقد ان المسؤول عن البطوله او الاتحاد المصري لكره اليد او المسؤول حط كل واحد هنا يا جماعه مجدي الهواري كمان اتفضل حط كل واحد في مكانه. يعني يمكن حط زي ما حضرتك اتكلمنا على كابتن خالد واستاذ حسام واستاذ مجدي الهواري، يعني عمل حاجه كنا كلنا بنتكلم عليها ان الرياضه دي رساله لكل حاجه. يمكن استاذ حسام تطرق لنقطه مهمه جدا ان رئيس الاتحاد الروسي هيرجع روسيا، يمكن دي اول استفاده بالظبط. عمل الفرنس اللي جاي ده وعملوا له الاي دي بتاعه الاخوه المغاربه والتوانسه بسم الله ما شاء الله. احنا يعني انا بتكلم على 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 روسيا بالذات وعلى الحدث ده. انت عندك مين كمان جودة؟ يعني عندك بص جودة، عندك مين؟ عندك الجزائر والمغرب والكاميرون ونيجيريا والجابون وتونس ليبيا الكونغو الكونغو برازافيل وكينيا والكونغو الديمقراطيه وانغولا. تمام، يعني يمكن انا خصيت بس روسيا بالذات للاحداث وتوقف الرحلات الروسيه، فيمكن الراجل بنفسه قال لا ده انا هرجع روسيا وابلغ رساله ان المصريين في امان كبير جدا، في حفاوه استقبال. فيمكن برضو الرياضه يعني يمكن لازم نقول للناس كلها الرياضه طبعا ليها رسائل ما تفعله الحكومات والشعوب. اكيد هي اكيد هي المنبر الرياضي بالزبط. ده انت حضرتك جبت خلاصه بالزبط. الكلام فاعتقد بالزبط. حاجه مشرفه جدا. في كمان رئيس الاتحاد الفرنسي موجود، حاجه كويسه جدا. وهنا رئيس الاتحاد لا يعني اعتقد ان هو يعني بصراحه لو اتكلمنا شويه عن البطوله دي فيها ان شاء الله يا رب تبقى اوجه الاستفاده منها اكبر. استاد القاهره الدولي برئاسه طبعا اللي هو علي درويش عامل طبعا. يعني شغل كبير جدا في الصاله بصراحه. لا المنظر كان المنظر خالد عبد العزيز كل حاجه محترمه، حاجه محترمه جدا، محترمه جدا، حاجه محترمه جدا. وبرضه لولا زياره الرئيس الصيني كان اكيد سياده طبعا. الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت دعم الرئيس يعني اكيد طبعا رئيس الوزراء كان نائب طبعا بالزبط. في الحضور عن سياده الرئيس. طيب قول لي بقى بسيرو يعني بص في البدايه بس الموضوع كان غامض شويه يا استاذ محمد. الموضوع طلع متاخر في وقت متاخر شويه وطلع فسخ تعاقد مع بسيرو. اعتقد في الاول كلنا قلنا الراجل خايف المجلس يمشي، قلنا المجلس هو اللي اقاله، وقعدنا كان في اقاويل كتير جدا. ولكن اعتقد يعني زي ما من هقول ايه، من حق اي مدرب مصري لو ماسك في حته بره مثلا وجاله نادي سواء نادي اهلي نادي زمالك اكيد هيروح عليه، فما بالك بورتو البرتغالي. فدي حقيقه جدا. ولكن التعجب بقى من التقرير اللي هو بعده. يعني انا مش عارف هو طلب منه تقرير او هو اللي يمكن ما اعرفش حضرتك اطلعت على التقرير او لا. يعني اتكلم في نقط كتير، ان اللاعب المصري مش محترف، اللاعب عنده مش عارف امتحانات، اتكلم في حاجات كتير. لا بصراحه يعني اقول هو كان لازم يوضح السبب ان ده مثلا ناديه او ده اكبر نادي في بلدي بالظبط. فتطرق لحاجه كتير. انا كنت موجود في معسكر النادي الاهلي في الامارات في دبي بالتحديد، كانت بتغطي قناه النهار وكان في مباراتين وديتين طبعا. ده هو الموسم طبعا. عايز اقول ان اللعيبه كانوا واخدين المعسكر بصفه الجديه وبالصفه الرسميه. هو اشاد في التقرير ده كله يا استاذ محمد اشاد بواحد بس اللي هو الكابتن سيد عبد الحفيظ، قال الوحيد اللي شفته بيشتغل باحترافيه. يمكن اكيد هيوصل لحضرتك التقرير يعني او موجود اكيد في الاعداد. اعتقد هو اشاد بس الوحيد اللي اشاد بيه الكابتن سيد عبد الحفيظ. يمكن يعني شبه، ولكن عايز اقول له انت مش ماشي عشان كده يعني بالزبط. مش ماشي عشان الاسباب دي لولا العرض. وهو حس على فكره برضو شبح جريده بيطارد اي مدير فني بيجي مع الاهلي يعني لا بس هو ده برضه يا استاذ محمد. يعني خلينا نقول بعيد عن العاطفه ده كلام منطقي جدا. يعني لما يجي له بورتو البرتغالي بطل دوري ابطال اوروبا قبل كده واكبر نادي طبعًا. في بلده اكبر نادي في بلده، فده الموضوع مختلف تماما. أكيد وبيلعب تشامبيونز ليج وعنده لعيبه. عموما هو نقدر نقول خطوته ما كانتش موفقه مع النادي الاهلي او ما اكتملتش اركانها انه يكمل مع عقده مع النادي. وده واضح من السعاده الكبيره جدا على كتير من الاهلاويه يعني سعاده. اكيد ناس مبسوطه جدا، ناس ما كانتش مقتنعه بحاجات كتير بيعملها. لعيبه كتير احنا عارفينها كويس جدا، سواء كلعيبه او جمهور او محللين او مدربين، ان هي لعيبه كويسه جدا ما كانتش مقتنع. مين يقول جون انتوي ده مش مقتنع بيه؟ مين يقول محمد حمدي زكي؟ مين يقول احمد الشيخ؟ فاعتقد انا معاك. بس جون انتوي لما نزل ما عملش حاجه في مباراه الاسماعيلي، بقى له قد ايه ما لعبش يا محمد؟ ماشي بس يعني ما هو حضرتك المدير الفني مشي ما كانش بيلعبه، اول مدير مش المدير الثاني يمشي او جايبه ملعبه. لا ولو عارف مين الاجهزه كلها. لو اتكلمنا لا 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 لو اتكلمنا في نواحي برضه فنيه، جون انتوي
عمل مجهود كبير جدا لان هو كان بيلعب بثلاثه، كان بيلعب بيه وبعمرو جمال، بيبدل هو وعمرو جمال، هو بينزل ناحيه اليمين بيرجع يدافع بصوره كبيره جدا، وده دي مش يعني مش واجباته ومش بتاعت حاجات فنيه كده، ولكن احنا عارفين قدراته كويس جدا. اعتقد يعني هو ما يعني هو خلاص رجع بلده، ما فيش اي مشكله. كابتن زيزو قادر ونتمنى الاختيار اللي جاي. ليه لا كابتن عزام شبيب ما كملش باسمه وتاريخه الكبير جدا، هو بنفسه الناس كلها له. هو بنفسه قال تصريح النهارده، انا مش في تفكيري خالص ان انا اكمل كمدير فني. هو مش في تفكيري عشان كل عمال يفكر ده هيرفي رينارد، ده ما اعرفش مين سيكوفيتش ماكوفيتش. بس مين اللي بيفكر؟ ما هو رئيس جهاز الكوره، هو رئيس جهاز الكوره، هو اللي يعني اعتقد يمكن مع قيمه زي الكابتن عبد الزاب شو استغله على الاقل يعني كفلوس، يعني مش زي العمله الصعبه اللي بتروح للمدير الفني الاجنبي كل حاجه جايب جرمع معاه وجايب 3 4 معاه. هو برده محمد ممتش. هي الكوره دي والتدريب دي كل يوم بحال. فاكر لما قلنا على كابتن فتحي مبروك لازم يكمل اخفق مباراه، فالكوره دي كل يوم في حال. اعتقد يعني انا من وجهه نظري كاهلاوي لا قدر الله كابتن زيزو اخفق في مباراه الزمالك مفيش حد هيطاق يعني، فهي الكوره كل يوم بحاله وكل يوم بمتغيرات. نتمنى التوفيق ونتمنى ان الموضوع ده بالذات عشان غريب على الاهلي وغريب على الاهلاويه، فدي المشكله ان في تخبط كبير جدا في استمرار لكابتن، يعني مفيش رؤيه واضحه، يعني لازم يطلع مجلس الاداره من دلوقتي يقول لا احنا هنتعاقد مع مدير فني اجنبي. لا الراجل اللي على الشاشه ده ياخدوا قرار، ما في عندناش مشكله يكمل على نهايه الموسم وكل الدعم والمسانده. لا او نسانده وندعمه، ما هيجي اجنبي تاني لو ما هو خلي بالك يا جودة ما ينفعش فلاح. اجنبي السنه دي ما ينفع، احنا بنتكلم هو غالبا يعني الموسم ده صعب جدا هيجي. لسه شوف المقاله العرب عامل ايه، خلي بالك ان القناه العرب ده من الانديه اللي انا بحترمها بشكل شخص بصراحه في اداراتها. سمعت حضرتك طبعا يعني سمعت المهندس محمد عادل مش فاهم على الكوره، قال لك لا طبعا زمان في العادات جايبين لي مدير فني مش عارف فرنسي ومدير فني بتاع، قال لك لا محمد خلي بالك يا استاذ محمد، بس في نقطه محمد عوده مدير فني لنهايه الموسم. احنا بنثق جدا طبعا في كلام الباشمهندس محمد، بس لازم كمسؤول يطلع يقول التصريحات دي. يعني ما ينفعش يطلع يقول ده مؤقت او مش مؤقت. لا يعني ما قالش مؤقت، ما انا فاهم هو لازم يطلع يقول كده يعني حتى لو بيفكروا في مدير فني. يعني مصطفى نور جاب لك تقرير السر البسين فترة اهو التقرير اهو الضرب العشوائيه والسباب والضغوط الاعلاميه. كلام كبير كده يعني كتير جدا. يمكن انا هناك كمان هو اللي في الولاد شتموه اخر مره في الاوتيل بتاعه في ساكن في الزمالك اوتيل، بس مش عارف اوتيل بالظبط. وموضوع برده مباراه سموحه ده مأثر عليه فاكر اما احتفل نادي القرن الالهي امتلك ملعبا ازمات في التدريب اللاعبون ينشغلون بامور اخرى غير كره القدم. ايوه بالظبط. الامر صح ضد الدوري الزمالك اتسم بالفرديه وامتلك لاعبين مميزين، طاهر نفذ وعده وعبد الحفيظ الاكثر احترافيه وعاشور ليس له بديل، متعب هو المنقذ، انطوي لا يصلح والشيخ لا يستحق المبلغ الذي انضم لتمالك انت. بالظبط حاجات يعني ما دخل فيها حاجات ملهاش اي لازمه، ولكن زي ما قلنا احنا خلاص يعني نتمنى له التوفيق ونتمنى النادي الاهلي اللي هو الاهم التوفيق، وبندعم يعني انا من خلال برضه برنامج بدعم ان الكابتن زيزو يكمل لو هو حابب، ولكن لو هو اخد ان هو يمشي في سلك الاداره ويبقى رئيس جهاز الكره. وعنده حق برضه، عنده حق بينه وبينك، يعني بقول لك الكره المصريه تضرب العشوائيات والسباب ضغوط اعلاميه، بقول لك المصري اليوم اخترقت حاجز الصمت، ويعني ما هو الراجل حاسس ان عندنا بسم الله ما شاء الله زي المصري اليوم صحف كتير جدا، وعندنا زي قناه النهار في قنوات ثانيه رياضيه، وعندنا برامج بسم الله ما شاء الله كتير، وهو الجمهور اوريدي خلاص ما يعني فقد الثقه بعد خروج الفرقتين خالو وفاض من 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 السنه اللي فاتت دوري وكاس. هو مش محتاج يجرب الجمهور مع اعلام قوي، احنا عندنا اعلام رياضي قوي بصراحه، خصوصا مع النادي الاهلي ونادي الزمالك. هو لازم ما اعرفش هو اتعرض للضغوط دي قبل كده او لا، ولكن هو قبله كام حاجه كده فعلا كاحتراف فعلا وافقوا فيها. يتحجز في ملعب مباراه ويوصل متاخر، لعيب مثلا ده مش معانا بكره ليه، يقولوا له عنده امتحان، يقول ازاي ده لعيب محترف ما فيش، فقبله كذا حاجه. ما تنسيش انا بتكلم بقول لك يا الولد اول ما يطلع في اللاعب المحترفين او الافارقه بتاع ما فيش تعليم، ما ينفعش تقول لي لا انا الاساس هو بقى متفرغ للمهنه بالظبط، هي دي مهنته. بليه كان بيلمع احذيه وبيبيع بيبسي، مش عارف مين كان ما اعرفش بيعمل ايه. للاسف الشديد انت يعني بتدور على نجوم وابطال تنس وابطال لعبات قويه حققوا ارقام وقلبوا موازين العالم كله، يعني بولت اسرع عداء في العالم الجامايكي كده كله. بص ممكن تلاقيه مثلا مش متعلق، ايه المشكله يعني؟ لا هو مش يعني ما يعني مش عايزين برضو يعني لا مش قصدي، لا اصل انا قصدي اقول لك يعني الامور يعني انت بتمتهن مهنه، انت بتمتهن مهنه. طب انا لا هو بس الفكره ان هو اتفاجئ اما مشي بالموضوع ده، ما انت كنت مكمل وما فيش اي مشكله. هو يعني بيبرر بقى، بيبرر بالظبط ما موافقش مع النادي الاهلي، ما موافقش بيبرر. طيب
عندي مباراتين هما الاهلي والاسماعيلي. تمام. انت لعبت هنا ولعبت هنا. تمام. والزمالك والمصري بورسعيد. يعني بص يا استاذ محمد برضو يعني امبارح برضو يعني طبعا هما مباراتين كبار جدا، مباراتين جماهيريتين كبار جدا، ولكن كان امبارح برضو بيلعب طلائع الجيش مع الشرطه واسوان مع المقاولين. يمكن المباراتين دول خدوا كل الـ الوقت بتاع من البرامج والاستديوهات التحليليه، ولكن يعني عايز اقول حاجه في عجاله سريعه. بسم الله ما شاء الله احنا بنقعد للفجر لا يعني يعني عايز اقول حاجه في عجاله سريعه كده. قبل ما نطلع عجاله نطلع فاصل. اتفضل. نطلع فاصل رجعت لنا فاصل مع نجم النهارده كابتن محمد جود. مستوى مش كويس ومش ده النادي الاهلي اللي احنا نعرفه يعني. انا شايف انه خطا من مجلس الاداره في المقام الاول. يعني انت دلوقتي جبت المدرب قعد مش فاكر كم ماتش عمل ايه، ما عملش حاجه، ضيعت وقت والنادي فقد نقط والنادي ما استفادش في الاخر اي حاجه. انا كان رايي ان المدرب كان يختار من الاول صح، مش بصيره خالص، بصيره غير موفق واداره غير موفقه في الاختيار. طبعا النادي الاهلي ما رجعش زي الاول ولا اتحسن ولا مستواه اتحسن، فكان مفروض لو جه حسام البدري كان كويس، لو جوزيه كويس، في ناس كتير احسن وعندها فكره عن النادي الاهلي، يعني مش لسه هيبتدي معاه من الصفر اللي احنا في نص موسم مش من اوله. مدرب وطني بقى كفايه عك بقى وفلوس بتدفع بره على الفاضي، يعني مدرب وطني محترم ومفيش اكتر منهم، جه واحد واثنين وثلاثه على فكره ده على مستوى الانديه كلها. كفايه بقى ناس بتيجي تسحب يعني عشرات الالاف ومئات الالاف على الفاضي، مش شفناش منهم حاجه والله خالص. حتى يعني جوزيه هو طالعين بالسماء، كان معاه فرقه لو نزلت لعبت لوحدها كانت هتجيب بطولات الدنيا كلها. المفروض يكمل المفروض يعني على الاقل يبقى في استقرار لحين يعني لغايه لما تستقر الامور حتى ياخد فرصته ياخد وقت، مع انك انت بكل شويه بتغير بتغلط فبتشيل يبقى المدرب اللي غلط. والله الاهلي عمره ما اعتمد على مدربين اكتر ما اعتمد على لعيبه يعني، فان شاء الله ممكن يكون بسيره برده ملوش يعني خطط فنيه زي المدربين اللي قبلوه، هو اتظلم يعني، بس في ربنا يسهل الاهلي ان شاء الله باذن الله. هو اصلا بسيره ما كانش بيعمل حاجه يعني، ما عندوش فكر كروي، اللعيبه بتنزل بتعمل اللي هي عايزاه يعني، هو بيحط لعيبه مش اكتر، انه ما بيعملش تشكيل، ما عندوش فكر كروي. الاهلي دلوقتي في مشكله ان كل مدير فني بيجي بيبوظه يعني مش بيصلحه، فدي مشكله كبيره، فانا ما اعرفش مين ممكن يمشيك اداره مهمه. النتائج بقت مش كويسه زي الاول يعني، الاهلي ما بقاش زي زمان، الموضوع بقى متغير شويه، النتائج بتاعته بقت وحشه خالص مش زي ما احنا مستنيين منه يعني. وكان من بدري يعني، لان هو ما فيش خطه منظمه، مش معتمد على اللعيبه بخطه كويسه يعني، وعنده لعيبه كويسه كتير جدا بس هو مش موظفهم خالص يعني. ففي لعيبه محليين كتير يعني، وكابتن زيزو وكابتن حسام البدري ناس كويسه يعني برضه. رجعت تاني بعد الفاصل مع النجم محمد جوده. كنت واقف على حد فين؟ لا كنت بكلم مع حضرتك، بتقول لي في امبارح مباراتين. لا كنت بقول لحضرتك كان في اربع بس. انا بشكر بس طبعا زميلي احمد كوان، وقبل كده في تقارير بطوله الافريقيه لكره اليد احمد وجيه بشكرهم الاثنين، شكرا جزيلا. اتفضل. تمام. يعني كنت بقول لحضرتك امبارح كان في اربع مباريات مش مباراتين يعني، ولكن طبعا لجماهيريه المباراتين الكبار. لا انا كنت بتكلم اهلي والزمالك، بعد كده طبعا مباراه الجيش والشرطه مباراه اروع يعني. اكيد يعني طبعا والمقاولين العرب والمقاولين العرب واسوان طبعا مباراه مهمين جدا مهمين جدا، ولكن طبعا من اهم ايام الدوري على فكره كان الاربع ماتشات دول. يعني مهم جدا طبعا، واللي زاد اهميتهم طبعا ان النادي الاهلي بيلعب نادي كبير زي النادي الاسماعيلي، ونادي الزمالك بيلعب نادي كبير زي النادي المصري. واعتقد حتى يعني كان يوم حلو اصلا كرياضه يعني امبارح، يعني حتى كسهره حلو. يمكن انا خلصت مباراه الجيش والشرطه، يمكن روحت على طول اتفرجت على مباراه الاهلي وبعديها مباراه الزمالك والمصري. يمكن حضرتك عارف المباراه اللي جايه احنا هنلاعب النادي المصري. فكان يوم حلو بصراحه، وكل اللعيبه سواء في النادي الاهلي او الاسماعيلي، يمكن الاهلي تسيد شوط، الاسماعيلي تسيد الشوط الثاني بمنتهى الامانه. النادي المصري كان عامل مباراه كبيره يعني، يمكن لو حضرتك حابب ناخد شويه في الفنيات مفيش مشكله. النادي المصري كان عامل مباراه كبيره، يمكن نادي الزمالك بروح الفوز وروح البطوله والاصرار على برضه البطوله، يمكن حقق هدف كان يعمل فرق مع الزمالك. اكيد اكيد يعني يمكن يعني. هي بصراحه من مصطفى فتحي عنده بس يعني
كابتن احمد حسام ميدو يمكن عنده حاجه ميزه لاي مدرب، يعني عنده لعيبه في الحته اللي تحت دي لعيبه مميزه جدا، يمكن دخل له ان هو بدل ما يضحي بواحد يلاعب محمود كهربا في مركز الفيرود في الشوط الاولاني، يمكن لو حضرتك خدت بالك، فدي اثرت شويه عن الناحيه الهجوميه بالنسبه للشوط الاول. لكن لما نزل برده باسم مرسي في فيرود يا كابتن محمد، مش لازم يحرز اهداف، ولكن بيبقى محطه، يمكن شفناه برده صنع هدف، هو اللي صنع الهدف لمصطفى فتحي، فاعتقد لا اسيست كان محترم قوي. اه طبعا من لا جميل وخلي بالك يا استاذ محمد لمين لباسم مرسي؟ مصطفى فتحي اللي لعبها الاول. مصطفى فتحي لعبها الاول لشيكابالا. فلا هو اللي لعبها وجري لعبها من نص الملعب وتحرك لغايه اما اتنقل الثلاث اربع نقل لشيكابالا وكهربا وبعديها باسم مرسي، وهو بصراحه فاجئنا بلعبه، يعني حاجه جون يعتبر من احلى اجوال اللي جت في الدوري العام الموسم ده. يعني يعني يمكن برضو ان المصري برضو المصري عامل مع حسام حسن ولا اروع بصراحه. أكيد يعني اكيد يعني برضو كان ند قوي جدا، والكره اللي طلع فيها الشناوي واتلعبت جت في العرض دي كده. لا النادي المصري كان اكتر من ند، يمكن ما شاء الله لياقه بدنيه عاليه جدا، بيعملوا ضغط عالي من قدام، شغالين على الاجناب كويس، شغالين من العمق كويس. اعتقد كابتن حسام حسن فارق بصوره كبيره جدا، يمكن هو برضو راهن على اللعيبه اللي مش اسماء قوي يا استاذ محمد، لان حضرتك عارف اغلب لعيبه النادي المصري لو انا سالتك كده ممكن تكون لسه ما عرفتش اسمائهم بصرف النظر عن احمد رؤوف من السنه اللي فاتت. فاعتقد كابتن حسام حسن راهن على الموضوع ده، زي كابتن علاء عبد العال راهن على الموضوع ده، فيمكن وهاب جلال كمان وكابتن ايهاب جلال. ولكن المقصه بيضم برضو لعيبه، برضو يمكن نظر لامكانياته بيضم لعيبه اسماء كتير، ولكن النادي المصري بصراحه يعني مباراه الامس كانت اكتر ممتازه ليه، شغل على الحاجات التكتيكيه كده وحاجات فنيه، بيلعب من على الاجناب كويس، ثلاث اربع كور يركز على الجنب اليمين، نقول ده ابتدى يلعب من الجنب اليمين، نلاقيه راح مغير الملعب يلعب من ناحية الشمال، يلعب من القلب. هو متميز بصراحه في الكرات العرضيه، وعامل منها هجمات وعامل منها جمل كتير قوي. لا هو كابتن حسام عامل سيستم، حتى عايز اقول يمكن في التبديلات، يعني في التغييرات اللي في الملعب احمد جمعه بينزل، فاعتقد هو عامل نظام. اتفضل. يعني طريقه لعب حسام حسن نفسه والاهداف والكورسات، دايما هو دايما حسام كان اي حاجه يقول لك العب حسام، كابتن جوهر الله يرحمه دايما حاجه كان يلعب لحسام. تمام. يعني منعكس على اداء اللعيبه اللي هي العرضيات دايما. هي مش منعكسه، اغلب الدوري السنه دي صعب جدا يا استاذ محمد. لسه قلت في مقدمه لا، وعايز اقول حاجه، التكتل في منطقه وسط الملعب بجد بيتعمل بطريقه كويسه جدا، وبيتعمل بطريقه يعني في اوقات كتير جدا بتبقى مبالغ فيها. فكابتن حسام حسن اختار فعلا ان هو يلعب على الاجنبي، يمكن اغلب اهدافه زي ما حضرتك قلت كرات عرضيه، سواء لاحمد رؤوف او جمعه اللي بينزل بديل. انا بس اللقطه اللي كان جمال امام من شويه كنت ببص عليها دي، الجماهير دايما جمال المصري بسم الله ما شاء الله يعني متابعه بشكل مهم جدا، واعتقد ان هي مبسوطه وسعيده جدا وموجوده في المنافسه، وحتى في جدول الدوري في يمكن بقى لها اكتر من اخد لك زهره من الظواهر شد العصب، كنت قلت في المقدمه لازم، ممكن قلت لك لو كان كابتن جمال غندور ويقعدوا مع اللعيبه وخلاص القرار طلع من الحكم خلاص، يعني مش محتاج انك انت تعمل تاني مشاكل وتعمل وتعمل وتعمل. لا هو اعتقد بص الكابتن حسام حسن يعني الوحيد من وجهه نظري هو كابتن ابراهيم اللي اشتغلوا في بورسعيد واشتغلوا في النادي المصري من غير ضغوط. ليه؟ لان الجمهور حبيبهم جدا جدا، لان جداً. اي مدرب بالظبط اي مدرب بيروح النادي المصري او بيروح بورسعيد بيشتغل تحت ضغوط كبيره جدا بالظبط بالظبط. لا كانت ضغوط كبيره جدا على اي مدير فني، ولكن زي ما بيقولوا حبيبك يبلع لك الزلط او وعدوك يبلع لك الغلط بالظبط، فهم حابين كابتن حسام، فاعتقد كابتن حسام يمكن هي زي ما حضرتك قلت كده الكيمياء ماشيه معاهم، وحبيبك عايزك تقعد وحبيبك يتملك انك تخلع خالص ما تشتغلش معاه عادي. دي برضه حاجات رساله برضه دي رساله برضه، ولكن سرع عدوك يعني مش حبيبك حبيبك عمره ما اتملك انك تمشي. اتفضل يا كابتن. فزي ما انا بقول لحضرتك، فاعتقد كابتن حسام حسن هو الوحيد القادر ان يشتغل في بورسعيد من غير ضغوط، يمكن في ثلاث اربع انديه كده، ولكن المصري والاسماعيلي والاتحاد
محتاجين نوعيه كابتن حسام حسن اللي الناس حباه واللي الناس تقدر تصبر عليه. فاعتقد كابتن حسام حسن مع هو حاسس بحب الناس وحاسس ان مفيش ضغوط، اعتقد ادى، وده عمل فرق كبير جدا. زي ما احنا بنقول انديه المؤسسات وانديه الشركات ما بيبقاش فيها ضغوط، لاول مره النادي المصري ما نشوفش فيه ضغوط، ما نشوفش كلام على المدير. بسم الله ما شاء الله المصري 26 نقطه. اه بالظبط، لا ما يعني نشوفش حتى كلام على الجوده برده. المباريات اللي جايه عندهم اريحيه يعني، وبيلعبوا على الملعب ده على طول، ويعني اكيد دي برده، وهي برده زي ما انا قلت برده عشان برده ما نقولش حاجه برده على النادي المصري. لا ذو حدين يعني يمكن هو مستفيد منها ومش مستفيد ان هو دور كامل يعني او كل الموسم بيلعب على ملعب واحد، وبرده مش مستفيد ان هو ما بيلعبش على ملعبه وسط جمهوره او على الاقل وسط ضغوط بورسعيد نفسها. ممكن تدخل بورسعيد حتى من غير جمهور، ليها خضه في الكوره. فاعتقد هو برده يعني جايه ليه وعليه، زي اخطاء التحكيم مثلا ساعات بنستفيد منها. ان شاء الله المصري البورسعيدي على ارضه وبجمهوره الحلو ده بس من غير مشاكل، اعتقد هي اي فريق هيروح بورسعيد. لا كان صعب جدا، لا كان الموضوع السنه دي وخصوصا مع فرقه زي دي وجهاز فني محترم زي ده كان هيبقى الموضوع صعب جدا. مصطفى يعني بيقول لك المصري مستفيد ان بيلعب ماتشات رايح جاي في استاد الاسماعيليه. هو مصطفى مستفيد، هو واقع عليه بالظبط. ما هو مستفيد، ما هو ده يعني، ده انت منعته من يلعب على الارض، ادي له ادفانتج تاني فضلك. يعني هو بيتكلم بالزبط. في نقطه يعني ممكن ناخدها من الناحيه دي، وممكن ناخدها بالزبط. ان النادي الوحيد اللي ما لعبش ولا مباراه على ملعبه. ما ممكن هو يطلع يقول لك كده، يقول لك انا النادي الوحيد اللي ما لعبش ولا مباراه على ملعبي. ولكن هي زي ما حضرتك قلت الظروف، وبنشكرهم متقبلين الموضوع، وعشان برضو الدوري يمشي يعني ما كانش فيه تعنت منهم ان هم لا لازم نلعب على ملعبنا. فاعتقد النادي المصري نادي كبير، شعب محترم، معاه جهاز فني على اعلى مستوى، يعني كل الحاجات دي طبعا مخليه. طب الاتحاد بعد اللي حصل في احداث مباراه المصري والاتحاد الاخيره والامور خلاص، يعني انا بصراحه ما بحبش، ما عنديش ملكه التوليع والشط والفلفل. لا ده الواحد مستغرب بس يعني خلاص، ده موضوع قتل بحثا في كل القنوات. هو الامور خلاص حصلت، حدث عارض وحصل وخلص الموضوع. ان اعتقد ان هو الاتحاد لما يهدوا شويه والامور ترجع تاني للصالح العام هيرجعوا يلعبوا تاني. اتفضل. خلي بالك اقرب جمهور لجمهور بورسعيد والعكس صحيح جمهور بزبط. الاتحاد بزبط. يعني يمكن انا لعبت برضه في النادي المصري كان مباريات المصري والاتحاد دي اكنها يعني مباريات وديه، يعني بنلاقي استقبال كبير جدا والجمهور يستقبلنا، والعكس صحيح. اما كان الاتحاد يلعب في بورسعيد جمهور النادي المصري بيقابل نادي الاتحاد بحفاوه كبيره جدا. ف يمكن معلش هي دي حاجه زي ما بيقولوا زوبعه في فنجال. انا زوبعه في فنجال وظرف طارئ وخلاص. بالظبط بتحصل بالزبط. حتى على المستوى لو بنلعب خماسي بتحصل يا استاذ محمد، بنشد مع بعض ونطلع. زي ما اتكلمت على المصري اتكلم برضه على الاتحاد، عامل اداء مميز السنه دي. اكيد نادي الاتحاد برضو عشان رجع لك بعد كده في الشرطه والجيش، يعني برضو نادي الاتحاد برضو يعني هنتكلم من نتائجه وترتيبه، اكيد في مكانه محترمه جدا. يمكن عانى كتير في السنوات اللي قبل كده، كنا بنقول نادي الاتحاد لازم يتحط في مكانه الطبيعي. يمكن لعب 14 مباراه عنده 22 نقطه، قريب جدا فرق مباراتين او مباراه بينه وبين المركز الرابع او المركز الثالث. فيمكن نادي الاتحاد كان فيه توفيق كبير جدا معاه السنه دي، والتوفيق ده بيروح لصاحبه، يعني مش هقدر اقول غير كده. يمكن احرز هدف فينا في الدقيقه الاخيره أوباما. في طلاع الجيش في الانتاج الحربي في حرس الحدود اوباما برضو فاعتقد في حتى برضو تعادل مع مصر مقصه في المقصه، عمل نتائج كويسه. ولكن بتكلم على الاهداف الحاسمه اللي ما فيش وقت بعديها للتعويض من بعد الدقيقه 90. يمكن ثلاث مباريات جاب 9 نقط مثلا في توقيتات صعبه جدا، بس سموحه قدر يعمل عليه مباراه مهمه جدا بغض النظر عن الاداء في الملعب، لكن هدفين مهمين جدا لباولو وطبعا احمد شكري فرقوا 3 نقاط مهمين بعد يعني سلسله تعادلات لنادي سموحه. هو نادي سموحه بصراحه استاذ محمد يعني خد لعيبه مصر كلها، إيه رأيك يعني في التدعيم؟ عايز اقول حتى في انتقالات يناير، يعني احنا يمكن طلاع الجيش بيدور على لعيبه، الانتقالات بتبقى محدوده جدا في انتقالات يناير. امكانيات زي ما حضرتك قلت، يعني يمكن هو محمد حمدي زكي فرج عمر يا جماعه هتقولنا بعد الفصل حسام حسن شطاره انك انت تقدر توفر لناديك حسام حسن من الداخليه، يمكن ابراهيم صلاح من الزمالك. صلاح ده يا جماعه انا شايف بصراحه يعني هاخد راي جوده بعد الفاصل في ابراهيم صلاح. فاصل وارجع تاني اتواصل مع نجمنا الكبير كابتن محمد جوده في حوار مهم جدا، عن هنكمل كلامنا عن سموحه وانتقالات بعض اللاعبين المهمين جدا لنادي سموحه.
رجعكم تاني بعد الفاصل. معانا النجم الكبير كابتن محمد جوده، وكنت بسال كابتن جوده قبل الفاصل على سموحه والانتقالات سموحه. معانا على الهاتف كابتن حسام باولو. كابتن باولو ازيك يا كابتن محمد، اخبارك ايه؟ ما انتش يا باولو. لا خلاص بقى، ده انت اتشهرت شهره مش بعد كده، خلي بالك. ها وانا معاك برضو، الناس عرفتني والله العظيم يا كابتن محمد، انت عارف الناس اللي هتغلط. خلاص لا خلاص، انسى الموضوع انسى الموضوع، طمني. يعني اداء رائع، انا متابعك بشكل كويس جدا، فوز مهم جدا ومعنوي لنادي سموحه على الاتحاد السكندري. اكيد الصفقات الجديده حسام حسن، وطبعا جده الصغير محمد حمدي زكي، ابراهيم صلاح النجم الكبير في وسط الملعب معاكم. اعتقد سموحه بسم الله ما شاء الله ماشي بشكل كويس، وتدامات ولا اروع. والله الحمد لله معانا مجموعه لعيبه محترمه جدا على مستوى عالي. الاضافه اللي جاتلنا حسام حسن طبعا كان معانا في الداخليه السنه اللي فاتت، لاعب له مستقبل في منتخب مصر طبعا وفي نادي سموحه، ومحمد حمدي زكي طبعا كان في نادي الاهلي وجاي ان شاء الله يفوق معانا ويبقى له حاجه كبيره معانا. ده انت يا باولو بقى لميت الداخليه كلها، عندك النجم طبعا تمساح وحسام حسن، عاملين انتوا يعني رباطيه محترمه قوي. ناقص ايمانويل وفريد شوقي كمان. وكان النهارده ابراهيم صلاح طبعا. طبعا اضافه كبيره، طبعا اضافه كبيره جدا لنادي سموحه، وان شاء الله يكون يرجع المنتخب وهو باذن الله في مكانه كويسه باذن الله. بسم الله حسام، يعني بسم الله ما شاء الله 7 اهداف لسه. حمد رشيد زميلي في الاعداد بيقول لي 7 اهداف بسم الله ما شاء الله، عامل اداء مميز جدا رغم بعض التعادلات اللي كم مباراه تعادل فيها نادي سموحه، لكن دايما انت سباق وموجود ومتواجد بشكل مميز جدا في الماتشات الاخيره. والله المهندس فرج يعني جايب مجموعه لعيبه كويسين ويشتغل مكان يا كابتن محمد الاليد لنادي سموحه على اللعيبه اللي موجوده فيه. طبعا احنا مركزين جدا والنصيب بس والحظ مش مساعدنا شويه، فباذن الله الماتشات اللي جايه احنا نقدر ندوس على نفسنا لان معانا مجموعه لعيبه كويسه جدا. مع الزمالك خلي بالك ماتش مهم طبعا، يعني بنستعد لماتش الزمالك طبعا، يعني بنلعب فرقه طبعا فرقه بطوله الدوري وكاس، وان شاء الله بنستعد لهم يعني استعداد كويس باذن الله. طيب قول لي بقى مين اللي جنبك بقى انت ومين؟ اكيد معايا بقى معايا حسام حسن وتمساح. تمساح النجم قول له عباس زعلان منك، ادهولنا ما بيتكلمناش بقى له كتير، اديني تمساح. ما هو انت عارف ان هو بيتكسف يتكلم. لا 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 بس هنسلم عليه هنسلم عليه. طيب بقى مع حسام حسن، هو قاعد بره حسام حسن. طيب هجيبه. طيب اديني حسام اهو معاكم. السلام عليكم كابتن حسام حسن نجم الداخليه والمنتقل لسموحه، اهلا بيك، تحياتي تحياتي النجم الكبير كابتن محمد جوده. ربنا يخليك، تحياتي للكابتن محمد جوده. كابتن محمد قول لي بقى، يعني خطوه مهمه جدا حبايبك تمساح وباولو وفريق بسم الله ما شاء الله، يعني نقدر نقول منتخب مصغر قاعدين مع بعض. والله بسم الله الرحمن الرحيم، انا اقدر اقول بس انا بحمد ربنا على النقله اللي انا فيها دلوقتي. برافو عليك. وبعدين جاي من فريق محترم من الداخليه طبعا، نادي كبير برضو طبعا، بس انا جاينا يعني الحمد لله نادي سموحه برضو نادي كبير وله مكانه دلوقتي وبينافس على الدوري دلوقتي، والحمد لله يعني مجموعه اللعيبه اللي موجوده دي يعني بصراحه لازم ان شاء الله يعني نلعب على دوري وكاس ان شاء الله يعني. ومعاكم مدير فني محترم خلي بالك يا حسام. الدكتور ميمي عامل شغل طبعًا كويس مع اللعيبه، ويعني اللعيبه بصراحه الاضافات حتى كمان جاي على لعيبه محترمه ولعيبه كبيره، وبصراحه النهارده يعني كابتن ابراهيم صلاح لسه جاي اضافه جامده برضو للفريق، ومحمد حمدي ان شاء الله يبقى في تيم جامد ان شاء الله السنه دي لسموحه. قول لي بقى مين العمده، تمساح ولا باولو؟ في كل حاجه انت رايح عليهم بقى جديد، العمده الداخليه بقى في سموحه في اسكندريه. لا والله بصراحه الاثنين اخواته الكبار وهم اصلا لعيبه كبار في الملعب ويعني لعيبه محترمين. بس انا عارف تمساح يعني دايما كنت بقابله في معسكر المنتخب مع برادلي، انت عارف تمساح كان مع برادلي على طول من اللعيبه اللي لعبوا مع برادلي، وخلي بالك اللعيب الوحيد من الداخليه، وبرده برادلي على فكره عنده بعد نظر في لعيبه اثبتت التجارب بعد كده ان هو على حق فيها، يعني اكيد وجوده معاك هو باولو بتعملوا فيها ان شاء الله يعني حاجه مهمه جدا اللي يسموها. اكيد طبعا اكيد طبعا، احمد تمساح لعيب كبير، انا يعني انا لما بلعب جنبه بصراحه يعني بروح للجون وانا مغمض. والله هو جنبك عشان بتقول الكلام ده ولا انت بتقول الكلام ده هو بعيد عنك؟ لا والله هو بعيد عني والله العظيم مش جنب خالص. طيب يعني انا خلاص لو جنبك اديه لنا، مش جنبك خلاص مش مشكله. هو انا اشوفه لك اهو. قول له يا تمساح ما تهربش. ماشي اهو جاي لك اهو. تمساح ما تهربش. ماشي اهو جاي لك اهو. يا نجم كده ما ينفعش، تمسح ازيك؟
كابتن عبد، تحياتي للكابتن محمد جوده، وتحياتي للكابتن محمد عبد. ينفع كده تمسح؟ ينفع؟ فاكر ايام المنتخب احنا كنا على طول مع بعض ايام برادلي؟ هو ايام البارون والله كان فاكر حلو والله. فاكر انا لسه بقول يعني يعني بالنسبه لك كان تاريخ مع برادلي، وكان راجل عنده رؤيه كبيره جدا لتمساح. طبعا حي طبعا الكابتن جوده في الاول طبعاً في البدايه. سلم سلم عليا طبعا يا تمساح. على الكابتن محمد جوده طبعا كان لعيب كبير طبعا في نادي الاهلي وراح الاسماعيلي حبيبي. ما شاء الله عليك يا تمساح، والف مبروك التألق السنه دي يعني. بسم الله ما شاء الله يا التمساح، يعني انت عارف ان انا عارف انك مقل وجابوك بالعافيه، انا عارف عشان انت حبيبنا ما قدرتش تهرب مننا انا والكابتن جوده. قول لي بقى يعني طبعاً من نادي محترم جدا الداخليه اللي انت كابتن علاء عبد دايما بيشيل بيك في مداخلات كبيره جدا انت وباولو لسموحه باداء راقي مع اداره محترمه كفرج بيها عامر والكابتن ميمي عبد الرازق، شايف اكيد لكم طموحات تمساح وانت لاعب دولي ولاعب مهم جدا. طبعا طبعا فريق الداخليه فريق كبير وفريق محترم، وكابتن علاء برضه كعملني ما اقدرش انكر الجميل ده اللي كابتن علاء اللي هو عمل كده. انا نقلت سموحه، طبعا سموحه في اداره ما شاء الله بالمهندس فرج عامر واللعيبه والجهاز، احنا عاملين سيستم معين اللي احنا ناخد مركز ثالث او ثاني او اول عشان اللعيبه كويسه. برافو عليك. وده مأمنة يعني بس تمشي بس المطوشة وربنا واللي جاي افضل ان شاء الله. قول لي بقى يعني بسم الله ما شاء الله انت لعبت كم ماتش دولي مع بوب رادلي؟ لعبت 25 كده 25 ماتش. بسم الله ما شاء الله، خلي بالك في اصعب فتره في تاريخ مصر في تاريخ المنتخب الوطني. النصيب والله العظيم الواحد بيجتهد وان شاء الله اروح مع كوبر ان شاء الله. نفسك في الفتره الجايه ان شاء الله ان شاء الله. تمسح انا بشكرك مش عايز اطول عليك، وتحياتي وتحياتي لباول ولحسام حسن وكل لاعبي سموحه لهم كل التقدير والاحترام. شكرا كل نجوم سموحه اللي كانوا معانا على التليفون، حسام حسن وباولو واحمد تمسح. جميل تمسح ملوش حل، تقعد معاه بقى شكله طيب على سجيته. لا خالص خالص ابن بلد قوي، طالما بيتكسب كده يبقى اكيد حد. ده هو دخل كده يعني قلبه ما بيحبش يتكلم، هو كان دايما ايام كان في داخل المنتخب يا ابني تعالى صور معاك. لا 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 صراحة انا اتكلمت معاه مره كان في عرض الاهلي، قلت له خلي بالك عرض الاهلي لما جالكش ممكن يعني، بس هو يعني هو راجل عنده قدر ونصيب، لعب 25 مباراه دوليه في توقيت كان صعب جدا بالنسبه للرياضه المصريه. وجوده في سموحه من الفرق الكبيره زي ما اتكلمنا، وقلنا ان الفرق دي كمان لا تقل، انت قلت لي الكلام ده قبل الحلقه يعني لا تقل. عندها لعيبه وحتى يمكن من اكتر الفرق اللي مركزه في التدعيمات في انتقالات الشتويه في انتقالات يناير. شطاره بصراحه يعني. وحتى بقى نادي جاذب للعيبه انا سموحه. طيب. يعني لما بتيجي دلوقتي لعيب بيجي له عرضين ثلاثه منهم سموحه بيختار سموحه. سموحه بالتدعيمات دي شكل ثاني، ابراهيم صلاح في النص، حسام حسن في خط النص، تمساح بنجوميته، باولو طبعا هم مفتقدين النجم خالد قمر منال الشفا، هم طبعا يعني هم اكيد قوه ضربه والعجيزي وكل بعد نجوم كتير وشكري مش عايزين ننسى حد يعني. هم طبعا لعيبه على مستوى عالي وبيقودهم جهاز فني محترم جدا. دكتور ميمي عبد الرازق يعني ربنا يوفقه، وكابتن محمد صلاح ابو جريشه ناس بنتمنى لها كل توفيق. عندهم كل المقاومات يا استاذ محمد، مقاومات الفرقه اللي تقدر تكمل هي اللي عندها بدلاء، او مش عايز اقول بدلاء يعني عندها مجموعه لعيبه اللي بره زي اللي جوه. ده اللي ده عندك بدلاء بتفرق معاك وتعمل معاك طبعا طبعا طب احنا قدامنا خمس دقائق هتكلم فيها على حاجتين، الشرطه والداخليه، الشرطه والجيش. تمام. يعني في البدايه بس يا استاذ محمد عايز سريعا كده بس اشكر يعني المنظومه العسكريه كلها ورئيس مجلس اداره اللواء مجدي اللوزي. نادي طبعا. لا رئيس مجلس اداره نادي طلائع الجيش وسياده اللواء مجدي اللوزي عضو مجلس اداره واعضاء مجلس الاداره كلهم، مدير الكوره كابتن احمد مهدي، كابتن طارق يحيى طبعا اللي عايز اقول لك بيشتغل، وعلاء عبد الرحمن وكابتن سيد السويركي وكابتن يسري عرفان المدير الاداري وكابتن مختار، كل الناس يعني بصراحه والجهاز الطبي وكل الناس بنشتغل في ظروف صعبه جدا. كل مباراه ست سبع غيابات اسمح يمكن اعدها لك ما بين ايقافات وما بين اصابات. يمكن كابتن طارق يحيى بجد يعني عامل مجهود كبير جدا، ما فيش حد يستحمل حتى لو نادي اهلي ونادي زمالك مش هيستحمل الغيابات. تتفق مع الكابتن ميمي عبد الرازق لما قال لك انا ما بلحقش اريح؟ ما فيش، لا فتره الراحه قريبه جدا خلقت اصابات كتير، برضو تسرع، برضو مش عايز اقول برضو الحكام في خروج الكارت الاصفر كتير جدا. يمكن بنتفرج على جميع الدوريات الكارت الاصفر والاحمر عزيز عند الحكام، سبب ايقافات كتير جدا، كل مباراه خمس ست لعيبه موقوفين، ودي حاجه صعبه جدا على اي نادي. برضو عايز اقول حاجه تانية برضو يعني يمكن
بالنسبه للنادي طلائع الجيش عشان اخلص الحته دي، بالنسبه لاختيارات المنتخب عندنا لعيبه كتير جدا تستاهل الانضمام للمنتخب. معانا يا جوده قول يلا. عندنا يلا. لا يعني هقول بس اكمل النقطه دي بس بعد اذن حضرتك. عندنا كان عندنا محمود حمدي ومحمد اشرف مع كابتن حسام البدري وقدموا اداء ولا اروع. عندنا علاء علي ماشي بصوره كويسه جدا. عندنا علاء علي اداؤه مع سموحه يعني انا شايفه انه كان يعني لسه ما وصلش لاداء سموحه. بس عايز اقول لحضرتك في الفتره الاخيره مباريات كبيره جدا، محمد رزق، مش عايز انسى حد، اسلام كمال، عاصم صلاح، ناس كتير جدا مش عايز انسى حد عشان ما حدش يزعل مني، ولكن ان الاختيارات تبقى كده. ما شفناش الجهاز الفني للمنتخب خالص في مباراه الجيش باستثناء مباراه الزمالك. الاختيارات برده في 2 3 عليهم علامات استفهام ما بيلعبوش. اعتقد يعني عايزين الرؤيه توسع شويه، عايزين اللاعب عنده طموحات كتير جدا، عنده طموحات ماديه بياخدها من خلال عقده، عنده طموح مع فرقته، لا مع فرقته ان يحقق مثلا بطوله او يوصل لمكانه، عنده طموح شخصي ان هو يمثل منتخب مصر. فاعتقد مش عايزين طيب. نقفل معانا في حراسه المرمى لو معاك يا ماهر شريف اكرامي، احمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد الشناوي، خط الدفاع رامي ربيعه، حجازي، علي جبر، احمد ودار، حماده طلبه، محمد مجدي، عمر جابر، محمد هاني، احمد مجدي، صبر رحيل، ايمن اشرف، محمد ناصف، وعلي فتحي. خط الوسط حسام غالي، طارق حامد، ابراهيم صلاح، نور السيد، رمضان صبحي، مؤمن زكريا، عبد الله السعيد، مصطفى فتحي، محمود كهربا، ايمن حفني، كريم ممدوح، عمرو جمال، باسم مرسي، مروان محسن، واحمد رؤوف. بس ان شاء الله واخد 5 باك شمال يعني، بس كويس برضو يعني يعني واخد موسع قاعده الاختيارات، وده حاجه كويسه. موسع يعني من خلال برضو يمكن تقريبا مع 10 نادي الاهلي، 10 زمالك، وفي من بره احمد رؤوف ومروان محسن، احمد رؤوف مصري، مروان محسن الاسماعيلي، تقريبا دول بس، ايمن اشرف، سموحه، يعني 3-4 لعيبه بس من بره الاهلي والزمالك. ويعني نتمنى لهم طبعا، نتمنى له التوفيق. طب شيكابالا كان ممكن يبقى موجود في التركيبه دي ولا لسه شويه يقفل رجلي اكتر؟ بصراحه ما انا مش عارف برضو يعني. انا طبعا بحب ابراهيم صلاح جدا ولعيب محترم جدا ومن اللعيبه الكويسه اللي ادت مصر كتير، ولكن انا ما بيلعبش يعني، مثلا ما بيلعبش، فهو في ناس حتى لو مقتنع. طب انت عندك عمر جمال، عمر جمال برافو عليك. طيب يعني في لعيبه كتير ما بيلعب يعني، هو واخدها على انهم كانوا معاه ستاندنج بقالهم فتره. ما انا فاهم يا استاذ محمد، انا بتكلم في نقطه، انت دلوقتي لازم تلعب بلعيب بيشارك، هو ده منتخب مصر طول عمرنا نعرف كده يعني، بس يعني لعيب لازم يشارك عشان يروح منتخب مصر. يمكن كان فترات كتير جدا اللعيبه كانت بتبقى حريص، بتعمل مجهود كبير جدا لو ما بتلعبش مع انديتها عشان يدخل المباراه اللي بعديها عشان ينضم لمنتخب مصر. ولكن خلينا كل الدعم طبعا ليهم. وعندنا برضو عشان ما انساش عماد برضو السيد مادي حارس المرمى، مادي بصوره كبيره جدا، لان بس برضو كان عندكم في المباراه من اللي قبلها ما كانش موفق، مباراه انبي ما هو كانش يومه. ما هو رغم ان هو حارس كبير على فكره. لا هو عماد وبسام وكل الناس بصراحه يعني الحراس محترم طيب. جدا، ولكن بس اتمنى من كابتن اسامه نبيه، هو اللي هيفهمنا وهو اللي نعرف نكلمه، يحضر مباراه كل الانديه، مش لازم يبقى اهلي وزمالك. لا بيحضر ولا يجود، انا بتابعهم. اهلي وزمالك لا لان رساله الجهاز الفني كابتن ناجي بالظبط، يبص على الناس كلها، لان الناس في ناس بتعمل مجهود، ومش في طلائع الجيش بس طيب. كل الانديه يعني. طيب عايز اختم اخر سؤال، عماد النحاس واداؤه الرائع مع اسوان. يعني طبعا كابتن عماد النحاس زي ما كان لعيب كبير، وعايز اقول حاجه برضو يعني على الكابتن عماد النحاس والكابتن احمد حسام ميدو، من الاثنين اللي صاعدين فعلا، اللي انا حتى لما بشوفهم بيتكلموا بحس ان هم ناس فاهمه جدا يعني، مش كابتن عماد النحاس بس، يمكن حضرتك عارف في جيل صاعد كده بيقوده كابتن احمد حسام ميدو، لانه تقريبا بدا بدري وبعديه كابتن عماد النحاس. فاعتقد الناس حتى لما تقعد تتكلم معاه في الكوره ناس فاهمه جدا. فالمدرب ده برضه يا كابتن محمد، زي ما اللعيب كان موهبه، التدريب ده موهبه، لان مش كل برضه لعيب كويس هينفع مدرب، والعكس صحيح. ميدو عايز يقلل الاعمار شويه في نادي الزمالك؟ يعني انا بصراحه ما بسمعه حتى في التحليل، بيعجبني جدا يعني طبعا. من الناس اللي بحس ان هي فاهمه يعني عماد النحاس لو بشويه حظ وامكانيات تختلف معاه الامور. ما هو بص يا كابتن محمد، دي تعتبر برضه بدايه كويسه لي، وان حضرتك تتكلم عليه وناس كتير جدا اعلاميين، ده نجاح بالنسبه له طبعا. لان فعلا اما المدير الفني يتحط في قله امكانيات ويتحط في ظروف صعبه،
المدير الفني الكويس طيب. بيبان على طول. نحيي مع بعض احنا الاثنين طلعت يوسف بانتشاله لبتروجيت من العصر اللي كان فيها يعني صراحة. برضو اكيد بس برضو ده بيترتب برضو على شغل كابتن احمد حسن. معاك ما اختلفناش انا مش يعني حاجه مش عايزين نقول بص يا جود النتائج مع النتائج كل حاجه من النتائج يعني كابتن طلع العش بادائه الرائع مع طلائع الجيش ومع اهل بنغازي مع حرس الحدود راح مع الشعب الاماراتي ما وفقش مع النادي المخلع العرب ما وفقش ده